الرئيس عبد الفتاح السيسي هيستقبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وكمان هيكون في مؤتمر صحفي ليهم عقب انتهاء المباحثات. الزيارة هي الثانية لبوتين خلال 3 سنوات، هيكون في مناقشة للعديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، لا سيما قضايا ضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكمان من الملفات المنتظرة توقيع اتفاق الضبعة ومناقشة ملف محاربة الإرهاب وإحياء الصناعات الاستراتيجية وإعمار سوريا وملف القدس، وطبعا ده ملف مهم جدا لازم نتكلم عنه.